وبكم أكرمكم الله. أعزكم الله شيخنا، موضوع العين والحسد، والآن هناك جدل طويل يعني في الساحة الإسلامية حول حقيقة العين والحسد، هل هي لها حقيقة مادية مؤثرة مباشرة أم هي نوع من المكائد؟ يعني بعض العلماء يقول الحسد هو أن يكيد الحاسد لمن يحسده مثل ما فعل إخوة يوسف عندما كادوا لأخيهم، والبعض يقول هناك تأثير فعلا شيء غيبي وشيء يحدث، ويحتجون بعض الماديين وبعض الإسلاميين حتى يقولون يا أخي الشركات الكبرى تعرض سياراتها، تعرض منتجاتها في كل مكان ولا أحد يحسدها، ملكات جمال العالم يعرضن جمالهن على كل العالم ولا أحد يحسدها، لماذا فقط المحجبات والمتدينات هن من يتعرضن للحسد؟ ما هي إلا أمراض نفسية يلصقنها بالحسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الملك الحق الديان، ولا يقع في خلقه إلا ما أراد، وهو القادر على كل شيء من خلقه، وقد ربط الأسباب بمسبباتها وبين في المعوذتين 5 شرور هي أضر الشرور على الإنسان. الشر الأول عام، وهو من شر ما خلق، شر المخلوقات التي خلقها الله، فهذا أول الشرور 5 في المعوذتين. بعده هو قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق الراجح فيه أنه ما يدخل في الجسم، إذا وقب يختفى في الجسم، وهذا يشمل السرطانات والفيروسات والميكروبات والأمور التي تدخل في الجسم وتضر بصاحبه. ومن شر النفاثات في العقد، هذا يشمل السحر وأنواع علوم الشر. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا هو شر الحسد. ثم بعد ذلك في سورة الناس ذكر شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وشرور الجن والإنس مخالطيهم. وبهذا ثبت الحسد، وثبت ضرر حاسد إذا حسد في وقت حسده. والعين ثبتت أيضا في قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم ما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وثبت بها أحاديث كثيرة صحيحة، ذكرت أنت بعضها الآن مما في الصحيحين، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. وكذلك في حديث ابن عباس: العين حق، وهو في مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك الحديث الذي ذكرت في إصابة سهل بن حنيف رضي الله عنه بالعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علام يقتل أحدكم أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الوقاية من بعضها كالتعوذ والصدقة، وكذلك الاستغسال الذي ذكره في العين، وهو أن يغسل العائن يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، فيكون في قدح فيصب على المصاب بالعين فيبرأ بإذن الله. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصبح على 7 تمرات من هذه التمرة العجوة لم يضره سحر ولا عين، وفي رواية ولا حسد، وفي رواية سم أيضا. وهذا كله يدل على ثبوت العين والحسد. وقد اختلف أهل العلم في تفسير العين والحسد. أما الحسد فالراجح فيه أنه تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، وهذا التمني إنما يقع الضرر به عند وقوع الحسد.
قد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمران، فقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار، وفي له القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فهذا يسمى الغبطة وليس بحسد، لأنه ليس فيه تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما فيه تمني أن تنال مثل ما نال الغير مع بقاء نعمته عليه دون زوالها. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وتشرع في ذلك بحيث لو أمكنك أن تنتزعها منه بأي وجه لفعلت. فهذا هو حقيقة الحسد، وهو مرض من أمراض القلوب، بل عد من أكبرها وأكثرها ضررا، لأنه اعتراض على قدر الله، ويضر الحاسد ولا يضر المحسود إلا بأمر الله وإذنه. وهو في الواقع هذا التمني قد يصادفه كلام أو دعاء أو سعي خبيث بأي وجه من الوجوه لزوال النعمة عن ذلك المحسود. أما العين فجمهور أهل العلم فسروها أنها نظر من حاسد شيب بإعجاب. إذا أعجب الإنسان بشيء فنظر إليه بحسد وتمني زوال، فالنظر نفسه يحصل به الضرر، كالضرر الذي يحصل بنظر الأباتر. والأباتر نوع من أنواع الحيات، إذا نظرت إلى عين تعمى، وإذا نظرت إلى حامل أي تسقط جنينها ما في اسم الحال. هذا النوع شيخنا؟ ما اسمه؟ هذا النوع اسمه الأبتر، واحده الأبتر وجمعه الأباتر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فالأبتر وذا الطفيتين يقتلان في كل مكان دون استئذان لشدة ضررهما. فإن الأبتر بمجرد نظره إلى الحامل تسقط حملها، سواء كانت من البشر أو من الحيوان. وكذلك إذا وقع نظره على نظر إنسان مثلا، فإن ذلك الإنسان يصاب في بصره مباشرة. وهذا من خصائص الأشياء التي جعل الله فيها، فقد جعل الله في الأشياء خصائص، بعضها ضر وبعضها شفاء وبعضها نفع، هي كلها ابتلاء. ومن ذلك السم، فالسم الذي هو في بعض الأشياء، في بعض الحيوانات، في بعض النباتات، في بعض الحيوانات البرية والبحرية، وفي بعض النباتات، وفي بعض الأطعمة، هذا السم هو من هذا القبيل، لأنه مباشرة يسري في الجسد ويضر به. ولسعة خفيفة أو لذعة خفيفة من عقرب يحس الإنسان مباشرة بتأثره بها وألمه الشديد، ويحس بمخالطة السم لدمه وجريانه مع الدم. نعم. فهذا النوع هو من الأمور، خصائص الأشياء التي جعل الله في بعض الأشياء. وعلى هذا تكون العين بمثابة نوع من أنواع الأشعة، ولكنها أشعة ضارة. فمن الأشعة الآن ما هو ضار ولا يتوقع إلا بالحماية منه، فهذه الأشعة منها أشعة ترسلها الشمس فتكون مضرة بالمخلوقات، ومنها أشعة يمكن توليدها وتصنيفها بشريا. ومن ذلك الأسلحة البيولوجية أيضا، فهي من هذا القبيل. وكذلك من هذا القبيل أيضا التيار الكهربائي، فإنه إذا أمسكه إنسان دون صحيح. حائل فإنه مباشرة يفصل الدم فيفرق بين الكريات البيضاء والحمراء، ويموت الإنسان حالا في أغلب الأحيان، إلا إذا وجد ما يفصله عن التيار نعم الكهربائي حالا. شيخنا، وهذه خصائص جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته، ولله الحكمة البالغة. فبعض الناس يكون ذا عين فيه هذه الخاصية، وبعضهم ليس كذلك. وهذه العين تارة تكون بمجرد النظر، وتارة يكون النظر مصحوبا بكلام يدل على الإعجاب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سهل بن حنيف فقيل له إن سهلا غير عاد معك، فسأل من تتهمون به؟ فذكروا صحابيا فاضلا رأى سهلا يغتسل من وراء حجاب، فقام سهل فبدا له صدره وبعض جلده، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فأعجب بنضارة جلد سهل بن حنيف وبضاضته، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال هذه الكلمة التي فيها مبالغة من شدة الإعجاب، فأصيب سهل في نفس اللحظة بالحمى الشديدة وأغمي عليه. طيب شيخنا، وهذه لو سمحت هذه لي فقط بعض التساؤلات لو تكرمتم شيخنا. يعني قوله تعالى: ليزلقونك بأبصارهم، كأن دلالتها غير واضحة على الموضوع، يعني ممكن أن يكون يعني ليست هي قاطئة. العين، هي العين، أنهم ينظرون إليه بأبصارهم بإعجاب وحسد عندما يسمعونه يقرأ: وكان حسن القراءة، وما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يترتب يتغنى بالقرآن. يعني عين الشنآن والبغض. شيخنا ممكن بالنسبة لا، هو للغسيل، قال البصر، بصر يزرقونك بأبصارهم، أبصارهم هذا هو العين، نعم لأن البصر محله من الإنسان العين، نعم شيخنا، فهم يكادون يزلقونه بأبصارهم أي بنظراتهم، نعم وذلك من الحسد، بالنسبة وكانوا يحسدون النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم على والسلام، ما آتاه الله من القوة والجمال والنشاط، بالنسبة وكانوا يحسدون أصحابه بعد ذلك. وعندما تصارع مع ركانة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، وكان ركانة أقوى قريش، حسده قريش على ما جعل الله فيه من القوة. نعم بالنسبة للغسل شيخنا، هل نستطيع أن نقول أن الغسل هو إقرار للطب الشعبي الذي كان منتشر وليس وحيا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الرقية أيضا قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فأقر بعض الوسائل لا، الشعبية بالنسبة لي للطب. هذا الغسل لم يكن معروفا لدى أهل الجاهلية، وإنما هو عن طريق الوحي، وهو من الطب النبوي، وعرفنا إياه رسول الله صلى الله عليه ولم وسلم يكن عن طريق موجود الوحي. عند الجاهليين. لا لا، ليس موجودا عندهم، نعم بل موجود عند أهل الجاهلية بعض الرقى، وهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، فما كان منها ليس فيه شرك ولا محذور شرعا أقره، وأقر رقية العقرب ورقية النملة وغير ذلك من رقى الجاهلية التي ليس فيها شرك، وإن كان بعضها قد يشمل بعض الكلمات غير المعروفة المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، شجة قرنية ملحة بحر قفطة. فهذه الألفاظ ألفاظ عربية غير اللفظ الأخير وهو قفطة، ولكن لا يعرف معناها، فهي رقية. هذه نعم جائزة شيخنا؟ نعم هذا حديث حسن وهو مستعمل في أحاديث الرقى. نعم نعم شيخنا. بالنسبة لموضوع الأبتر، يعني بحثت قليلا الآن على جوجل فوجدت أن بعض أنواع الأفاعي تبث السم تنفخه نفخا، وكتبوا فيه أنه يصاب بالعمى نتيجة هذا النفخ للسم. هذه بعض الأفاعي، لكن هو الأبتر بمجرد النظر، لأن نظره يسقط حبل الحمل الحبلى. ربما يقال من خوفها أسقطت. لا لا لا، تراه هو يراها، مجرد أن يراها هو ولا تراه هي يسقط حملها. نعم طيب، بالنسبة للتداوي من هذه الأمور شيخنا، التداوي الشرعي والتداوي غير الشرعي، لو بدأنا بغير الشرعي غير المشروع حتى نحذر منه ثم ننتقل إلى الرقية الشرعية. نعم، بالنسبة للتداوي في أصله مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتداووا، قال: لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وهو مطلوب شرعا من الإنسان أن يتداوى، ولكن يوجد طائفة من الناس كمل إيمانهم وتم توكلهم على الله فلا يحتاجون إلى هذه الأسباب كلها، وأولئك هم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 مع منهم 70,000 أيضا، وأولئك لا يرقون، وفي الرواية لا يرقون ضعيفة أو منكرة، لكن لا يسترقون ولا يكون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، فوصلوا ليس إلى فيها مستوى التمام لا الإيمان. يتداوون شيخنا، فيها رواية لا 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 لا، ليس كل التداوي، بل ما يتعلق بالكي
نعم، ونحوه. إذن هذا من الأخطاء الشائعة، ترك التداوي. ليس في الحديث لا يتداوون، لا، لكن فقط هو الحديث يدل على ترك الأسباب، لأن ما ذكر فيه هو بعض التداوي فيقاس عليه ما سواه. لكن عند هذه الطائفة وهم قليل الذين وصلوا إلى هذا المستوى من الإيمان، ونحن نعلم من أنفسنا أننا لم نصل إلى هذا، فكل إنسان منا ما زال يخلع، ما زال يخاف ويرغب، وما زال يحس في نفسه بالحاجة إلى استعمال الأسباب. فمن كان يحس في نفسه بالحاجة إلى استعمال الأسباب فإنه لم يصل إلى هذا المستوى من التوكل. ولذلك يوجد في هذه الأمة من هم أفضل من هؤلاء، فهذا مستوى من مستويات الإيمان زاد في مجال التوكل فقط، لكن قد يزيد آخرون في مجال الشكر، وآخرون في مجال الجهاد، وآخرون في مجال الصبر، وآخرون في مجالات أخرى، فيكونون أفضل من هؤلاء. فليس السبعون هؤلاء أفضل هذه الأمة، نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم، وهو أفضل قطعا منهم أجمعين. نعم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. دواء. نعم شيخنا، يوجد بعض الأسئلة جاءت، لكن فيه بعض التداوي الذي كان من أعمال الجاهلية وهو محرم، مثل التداوي لدى الكهنة والسحرة، والتداوي بما حرم الله، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها كالتداوي بالخمر والخنزير والمحرمات، سواء كانت من ذوات النابي من السباع أو من ذوات المخالب من الطيور، وبأبوال بعض المخلوقات، فبعض الناس يتعالج بأبوال البشر، وبعضهم بأبوال السباع، وبعضهم بلحوم الذئاب أو نحو ذلك، وهذه محرمة وليست تنفع وليس فيها دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ذكر أنه يشرب الخمر يتداوى بها، قال: أو دواء هي؟ إنما هي داء. فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أيضا يشمل كل ذلك، فليس في المحرمات شفاء أيا كان. وأعظم ذلك ما يتعلق بالشرك بالله، كالذهاب إلى الكهان والسحرة والتماس الشفاء منهم. نعم. فإن الله وحده هو الشافي، وقد جعل الشفاء مثل غيره مرتبطا بأسباب، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية وأسباب كونية. فالأسباب الكونية ما يجربه الناس من الأدوية والعمليات الجراحية وغير ذلك مما هو في الطب المعروف، والأسباب الشرعية هي ما جاء به الوحي، سواء كان ذلك كالصدقة أو قراءة القرآن أو الرقية أو الدعاء، فهذه كلها أسباب شرعية. والأسباب الشرعية الفرق بينها وبين الأسباب الكونية أن الأسباب الكونية ترجع إلى الحكم العادي الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، فيمكن أن يرتب عليها مسبب ويمكن أن لا يرتب عليها. أما الأسباب الشرعية فلا بد أن يرتب عليها مسببها إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها، لكن لا بد من تحقق الشروط. فمثلا رقية الشرعية لا بد أن نعلم أن لها ثلاثة أركان: هي الراقي، ولا بد أن يكون مؤمنا عارفا بما يقرأ، عارفا بالرقية وحدودها وأحكامها، ومؤمنا بما يقرأ ومتأثرا به، ولا بد أن يكون الركن الثاني وهو المقروء قرآنا صحيح النطق صحيح الأداء، ولا بد أن يكون الركن الثالث وهو المقروء عليه غير متترس، فإن كان شاكا أصلا في القرآن أو غير مؤمن به لا ينتفع به. ولذلك لا بد أن يحقق المقروء عليه خمسة شروط. حديث الكافر شيخنا الذي جاءه القدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. شيخنا بالنسبة للشرط الثاني الإيمان لا نافع ولا ضار إلا الله، فلا يلتمس الشفاء من الراقي ولا من غيره. والشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن، لأن الله قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والشرط الرابع الإصغاء والإصغاث، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ألا يعكر على هذا شيخنا الحديث الصحابي
ألا يعكر على هذا تذكره حديث الصحابي عادي الذي ذهب المحبة. ورقى رئيس القبيلة وكان مشركا غير مؤمن بالله؟ ألا يعكر على هذا؟ لا يعكر عليه، لأنهم كانوا يعلمون أن مع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأن ما جاءه حق، ولذلك التمسوا منهم ذلك، فقالوا: هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم؟ فقد نهش سيدنا. فهم يعلمون أن القرآن خير، وأنه جاء به صاحبهم من عند الله، صلى الله عليه وسلم. فكانوا فقط في جاهليتهم لهم أنظمتهم وكبرياؤهم وإعجابهم وبخلهم وغير ذلك من الصفات التي تمنعهم من الإسلام، لكن يعلمون أن هذا القرآن كلام الله. نعم، جميل.